على فسخ العقد بالتراضي، ولكن بعد الوصول إلى أرض الوطن الناخب الوطني غير رأيه وطالب بمهلة للتفكير، لكن هذا الأخير غادر أرض الوطن دون أي رد، وبذلك تم فسخ العقد من جهة واحدة. والآن نتجه إلى تعيين ناخب وطني جديد في الأيام المقبلة بحول الله. تعليقك على هذا البيان قاسي سعيد. البيان ولو جاء شوية متأخر كان يستناو الرد تاع الناخب الوطني السابق، ما رد لهم، مش خداو يعني خدام مسؤوليتهم الاتحادية، رئيس الاتحادية خدام مسؤوليته وخرج بهذا البيان هذايا. اليوم ما عليه الا يخدم باش يجي مدرب في اسرع وقت كما تكلمنا في البدايه. وهذه المهنه هذه يا محمد يعني واحد ما يخلد فيها، هذه سنه الحياه. نعم، تعليقك على بيان الفاف واقاله جمال بالماضي بصفه رسميه ونحو تعيين ناخب جديد في الايام القليله القادمه رفقه طاقم فني جديد. هذه لانوست بار لا فيديراسيون على لا ريزيلياسيون، هذه حاجه عاديه تصرى في كاع العالم. وبرك يا كالكو بتا دو نيغوسياسيون لو مي درك هذيك زون كومبري بلي بلاص يفو انونسي سا ومدوها للشعب الجزائري. تعليقك على ترتيب الاحداث بن شيخ، الفاف قالت بانها اتفقت مع جمال بالماضي على فسخ العقد بعد يوم واحد من الخساره امام موريتانيا، يعني كان فيه اتفاق بين الطرفين، لكن الفاف قالت بأن الناخب الوطني غير رأيه بعد الوصول إلى أرض الوطن وطلب بمهلة للتفكير، ثم بعد ذلك غادر أرض الوطن دون أن يمنح أي رد للفاف. هذه المعلومات كلها جاءت في البيان الرسمي للفاف. أنا محمد ولا تسنى مني كاش كلام من هذا الباب، أنا ما نعش نقول لك غران شوز. هذه يا لو كانت تكلموها تبوزي لا كيستيون اللي كان بريزيدون فيديراسيون هو اللي يتكلم في هذا الباب. اليوم يا يشك اوتوماتيكمون لا فيديراسيون لا بريسي ريسبونسابيليتي يتفاهموا يريزيليو الكونترا هذا لاميابل ولا سميها كيما حبيت، هذه سنه الحياه. لكن العقد لم يتم فسخه بالتراضي، الان العقد تم فسخه من جهه واحده. لي ما يهمش كيلكو سوا دو دو فاسون لازم كانت تطيح بلي بلي سي بون يحبس. بريزيدون فيديراسيون ما ينجمش يكمل باللي بالقديم، امبوسيبل. يا يو دي زيشاك دونك ما ينجمش يكمل، ومن بعد تبقى كيلكو سوا فيها خساره اموال ما فيهاش وكذا، هذيك ما ربي عالم واش نيغوسيو. نعم، تعليقك ميدو. اولا انا كنت انتظر من باب النتائج ومن باب كره القدم، اعتقد بان المدرب كيف في 3 زيشاك كونسيكوتيف اول شيء هو الاستقالة، هذا أول شيء سنيته بعد نهاية مباراة موريتانيا. كنت أنتظر، لم أفكر ولو لثواني أن المدرب بعد 3 إخفاقات يريد الاستمرار إلى 2026 إلى نهاية عقده. دور أول ملعب جابوما، إقصاء من كأس العالم حكم قصامة، إقصاء من كأس أمم إفريقيا الفار، الحكام لتيران إيتو، خلاص الحق لو بو نورمالمون. كي تكون بنادم صاج طافي 3 ايشاك سي بون تو تاغات تو رومي لا ديميسيون لاني در فرونسي باش تلحق باش ما يحرفوهاش، تحط لا ديميسيون ديالك سي بون، ديرو اون كونفيرونس قال سمحوا لي هذا واش قدرت نمد ابخي 5 اون فوالا. صح ديت كاس امم افريقيا 2019 بعدها هذيك السلسله، لكن جات خيبه الاولى، خيبه ثانيه، خيبه ثالثه. انا شخصيا قررت الاستقاله ونروح. لكن هو لو يقول لك يا ميدو اسمح لي اسمح لي فقط معلش قطعت لي الفكره باش نجيبها تفضل واصل. لكن هو اسمح، لكن هو لما جاء في الاول الامر كان الاتفاق بينه وبين الطاقم الفني ديالو انهم جاوا لدال ابراهيم يسينيو لي ريزيلياسيون دو كونترا كاع ويديو دو موا دو موا دو موا ويروحوا. الطاقم الفني دخل هو الاول سيرج رومانو وغيره مع رئيس الاتحاديه سينيو لي ريزيلياسيون دوموندو لي ريزيرفاسيون دبي باش يروحوا. مشي وليد صادي امر باش يريزيرفيو لهم لي بي باش يروحوا، داو دو موا دو موا دو موا. قعد غير هو كي دخل لو بريزيدون فيديراسيون ساتوندي كو هذا الانسان جا باش كيما ستاف ديالو ديميسيوني. نو لوم لو بونوم ا ريفوزي
كاريمون قال لك نو انا عطيو لي 6 موا مع الاول لانتيغراليتي ومن بعد 6 موا ومن بعد 3 موا ما عاد خليوني نخمم. انا اعتقد كي دي جون لي يلعبوا له في راسه واعتقد بانه هذا البيان جاء ليخمد ما يدور في الانقسام الكبير اللي راهو في الراي العام لانها اصبحت قضيه راي عام بور كونتر شغل تولي تحوس على بلاصه وين تروح تريح كي تخرج من الدار وين ما يحكيولكش على هذا السوجي صراحه اصبح قضيه راي. اليوم هذا لو بونوم الى ريفوزي دو ريزيلي سون كونترا اليوم هذا الانسان سيتوجه الى الاتحاد الدولي لكره القدم ابخي كو التمجيد اللي كان لو حطوه في مرتبه اليوم تروح تشارع بلاد عطاتك 12.5 مليون دورو في خمس سنوات ولا مدرب في تاريخ كرة القدم الجزائرية وفرت له الحماية والدعم وال حشد الجماهير الحشد ولا لوجيستيك. اسمع منتخب اللي سافر من قسنطينة لعنابة فور سبيسيال سافا با نو شحال كان من عنابة قسنطينة هذا المنتخب راح لي فور سبيسيال التربص في افضل فندق في لومي الاتحاد الجزائري مول اعادة فندق لاعبين وحدهم تقول رانا في كلير فونتان لي جوار كل واحد في لا شومبر ديالو كيما كان في كاس العالم الماضيه للمنتخبات الكبيره كل الظروف وفرت ما كانش كاين بلاصه للعذر. حنا درنا العذر الفار في كاس العالم جبنا قاسما العذر قاسما موريتانيا لازم الفار ولي زاربيت باش تربحهم نشوفوا منتخب بوركينا فاسو فاز عليه منتخب انغولا واليوم فاز عليه المنتخب المالي وقريب تعادل مع منتخب موريتانيا. ميدو انت قلت جمله قلت بعد اخفاقاته الثلاثه المتتاليه كان يجب عليه ان يقدم استقالته ويعني لم تكن ابدا تخطر على بالك فكره انه سيبقى ولكن هو لو يرد عليك يقول لك يميد أنا أمضيت عقد هدفي هو التأهل إلى نهاية كأس العالم وأقرأ العقد لا يوجد أي أهداف في نهاية كأس أمم أفريقيا لماذا تريد مني أن أستقيل رغم أنه لا توجد أهداف. هنا لازم رئيس الاتحادية السابق نورمالمون إل دوا تخ كونفوكي باسكو باش دير كونطرا هكذاك ما تقوليش ضغوطات وقانون لأنه القانون يقول لك شكون لي سينيا. اليوم لو تكون فيه محاسبة يتحاسب الإنسان اللي وقع العقد دوك داروا له لا بريسيون ما دارولوش القانون لا باش ما نقولش الجملة فقط احتراما للسيد. اليوم أنت مضيت عقد مع هذا المدرب خويا أنا لو كان زعما أنا رحت ندير كونطرا كيما اللي داروا بالماضي ما نقدرش نديرو راتب 208,000 يورو عقد بدون أهداف تهدر تخون حدثت الكثير من الامور لذلك كنت انتظر الاستقاله لكن اليوم هذا الانسان راح يمشي للاتحاد الدولي باش يشارع الاتحاد الجزائري لكره القدم. مازال ما مشاش ميدو مازال ما مشاش ريزيلياسيون اونيلاترال الكوندوي كوا انت اليوم رانا وياك عندنا عقد انا اليوم نقرر انت ما حبيتش تستقيل انا نقرر نقيلك ونخرج بايا اليوم بايا ممكن ما يمشيش الفيفا ممكن ما يمشيش وكيف ما يمشيش الفيفا لماذا لم يوقع هذا الفسخ لا ندري هو لم يتكلم بعد صح معليش هذا الغموض اللي صرا علاش لا دوموندي اون بيريود دو ريفليكسيون ومن بعد لا بيريود دو ريفليكسيون اي با ريسبكتي لا بيريود دو ريفليكسيون خلاصت ما هدرش مع وليد صادي بعدها امس اذا تتوقع ان يذهب الى الفيفا ومشى لقطر حمل كل اغراضهم سيدي موسى ومشى لقطر باسكو بينه وبين روحه يعرف بلي سي لا فان